بحال اللي شفتوا سالت سال الاجتماع الثالث ديال وزراء خارجية الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. عقد هذا الاجتماع الثالث لهذا المسلسل كيأتي في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس ورؤية جلالته لهيكلة الجنوب الأطلسي. بحال اللي كتعرفوا تاريخيا الشمال الأطلسي مهيكل وكاين حلف وكاين الجنوب الأطلسي بقى دائما واحد المنطقة اللي غير مهيكلة، علما بأننا إلا خدينا غير المنطقة الإفريقية كنهضروا على 5 مليون ديال كيلومتر مربع. كنتحدثوا على 22 دولة، كنتحدثوا على حوالي نصف سكان القارة الإفريقية، كنتحدثوا على المنطقة اللي فيها يعني الفرص عديدة للتنمية، السياحة في البحر في المحيط الأطلسي، الموانئ في المحيط الأطلسي، الطاقة في المحيط الأطلسي، يعني العمران في إفريقيا في المحيط الأطلسي اللي فيه دول اللي هي دول مهمة للقارة الإفريقية: المغرب، أنغولا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، سنغال، نيجيريا. هذه كلها دول يعني مستقبل القارة الإفريقية غادي يكون من خلال المحيط الأطلسي. وهذا إذن رؤية جلالة الملك هذه سنوات هي أن المغرب خصو يأخذ المسؤولية ديالو ويحاول يساعد الدول الإفريقية لأنها تنخرط في واحد المسلسل وفق ذاك المقاربة اللي كيبغي دائما جلالة الملك أنها ما تأخذ مسؤوليتها، ما تسناش حتى يجي شي واحد يقول لها راه هذه منطقة مهمة أجي نشتغلهم. الأفارقة خصهم الأولين يشتغلوا فيها لأن كاين الفرص بحال اللي تحدث وكاين كاين التحديات: القرصنة، الهجرة السرية، التلوث، الجريمة العابرة للحدود، هذه كلها كذلك كاينة في المحيط الأطلسي. وبالتالي الهدف من هذا المسلسل هو كيفاش أن الدول الإفريقية تستغل الفرص وتواجه التحديات اللي كتعاني منها هذه المنطقة. الدورة الأولى كانت اللي بحال اللي كنقول بريز دو كونسيونس باش يكون وعي بالأهمية لهذه المنطقة. أننا كنا نتفقوا على أن على ماذا نتحدث؟ على منطقة بحال اللي قلت فيها فرص وعلى منطقة فيها مشاكل، ونتقسموا المعطيات. كانت في الدورة الأولى شنو عند كل واحد حول الفرص والتحديات اللي كاينة في المنطقة. الاجتماع الثاني كان للهيكلة، احنا اتفقنا وخدينا نفس الوعي بالأولويات وبالمخاطر وبالفرص. كان ضروري أننا نخلقوا هياكل لهذا المسلسل. تخلقت سكرتارية دائمة، تخلقت 3 فرق العمل، واحد كترأسه نيجيريا اللي حول الحوار السياسي والسلم، واحد كترأسه الكابون حول البيئة، واحد كترأسه الكاب فيغ حول الاقتصاد الأزرق والكونيكتيفيتي والربط بين الموانئ وغيرها. اخترنا دولة أنجلوفونية، اخترنا دولة فرانكوفونية، اخترنا دولة باللغة البرتغالية، اخترنا دول من مناطق مختلفة باش يكون الجميع يشارك في هذا المسلسل، ما يكونش مسلسل غير ديال المغرب ولكن مسلسل ديال كل الدول اللي كتشارك فيه. الهيكلة مشينا فيها، دونك بعد الوعي بعد الهيكلة دابا جا وقت العمل. لهذا الدورة الثالثة كانت هي أننا نحاولوا نعرفوا شنو هما يعني المبادرات الملموسة اللي يمكننا ناخذوا على مستوى تنظيم الموانئ،
على مستوى محاربة التلوث، على مستوى الاقتصاد الأزرق، على مستوى السياحة النظيفة. هذه كلها خصنا مبادرات ملموسة واللي هي اللي اشتغلنا عليها، وكانت اليوم المصادقة على برنامج العمل اللي فيه مجموعة ديال الاقتراحات اللي داروها لنقاط الاتصال واللي وافقوا عليها الوزراء اليوم باش نبداو التنفيذ ديالها. اذا فهاد الاجتماع الثالث هو اجتماع لترجمة الوعي والاعتماد على المؤسسات للقيام بما يجب القيام به من عمل. كانت مشاركة مهمة، 21 دولة شاركت، منها 12 على مستوى وزاري. بحال اللي قلت بالاتفاق تم اولا الاستماع للاشتغال اللي قام به كل فريق العمل من الفرق الثلاث. اتفقنا على برنامج العمل، و اتفقنا كذلك على اعلان الرباط. اعلان الرباط كان فيه التركيز على ثلاثه الامور. النقطه الاولى، الا كانت هذه مبادره دبلوماسيه فالترجمه ديالها على ارض الواقع ما كتهمش غير الدبلوماسيه، كيخص واحد التعبئه ديال في كل دوله ديال القطاعات وديال الفاعلين اللي معنيين بالمحيط الاطلسي. ملي غنهضروا على البيئه، ولا ملي غنهضروا على الصيد الغير المشروع، ولا ملي غنهضروا على القرصنه، ولا ملي غنهضروا على السياحه النظيفه، هذه كلها خصها انخراط القطاعات الوزارية المعنية والفاعلين الاقتصاديين، الجمعيات، رجال أعمال وغيره. فهذا كان هو المحور الأول ديال هاد لا ديكلاراسيون، باللي اليوم خصنا هاد الوعي اللي كان على مستوى الدبلوماسي خصو يهبط بأن يكون وعي على مستوى كل القطاعات في كل دولة بأن المحيط الأطلسي هو واحد الفضاء ديال الفرص، هو واحد الفضاء ديال التحديات اللي خصنا نشتغلوا به. والمغرب اقترح باش نبداو في عقد اجتماعات قطاعية، يكون اجتماع لوزراء البيئة للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، اجتماع لوزراء الداخلية للدول الإفريقية المطلة على الأطلسي، باش ندخلوا إلى ترجمة هذا برنامج العمل، وإلى لأن اللي غيطبقوا على أرض الواقع هما هاد القطاعات وهما هاد الفاعلين. النقطة الأخرى اللي كانت في برنامج العمل في لا ديكلاراسيون في إعلان الرباط هي أننا اليوم بهاد ولات مجموعة المبادرات عاوتاني حول الأطلسي. الولايات المتحدة دايرة واحد المبادرة، البرازيل دايرة مبادرة، خص الأفارقة يوجدوا نفسهم باش يتفاعلوا مع هاد المبادرات، ما يكونوش مستهلكين لمبادرات أخرى بل يمشيوا واجدين. وهذه الأهمية ديال مسلسل الرباط هو أن غيكون الإفريقية غتوجد وهاد الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي غتتكلم بصوت واحد بلغة واحدة، عندها مرجعيات ديالها. غادي نمشيو حنا ببرنامج العمل ديالنا، اللي بغى الشراكة مع إفريقيا الأطلسية يكون عارف بأنها هالأولويات ديالها وها فين يمكن له يدخل فيها، عكس ما نكونوا مستهلكين ونمشيو غير نتجاوبوا مع اقتراحات ولا مبادرات ديال اطراف فاعله. كاين اليوم على المستوى الدولي واحد الوعي باهميه جنوب الاطلسي في اطار هذا جلوبال ساوث اللي كاين اللي ولا دابا على مود. كاين هذا الجنوب الاطلسي اللي واحد المجال مهم ما بين امريكا اللاتينيه، امريكا الشماليه وافريقيا. والمغرب لما انطلق هذه المبادره كان من الاول كيقول بان نوجدوا نفسنا يكون عندنا ونوحدوا الرؤيه ديالنا قبل ما نمشيو نهضروا مع امريكا اللاتينيه ولا مع امريكا الشماليه ولا مع اوروبا الاطلسيه حول كيفيه هيكله العمل في هذا المحيط الجنوب الاطلسي. بحال يقول الجنوب الاطلسي باقي واحد المجال غير مهيكل، واحد المجال ديال عنده اولويه استراتيجيه ولكن فيه فوضى مؤسساتيه. خصو اليوم يتنظم، خصو يتهيكل، وخص يكون مجال للتعاون، والا غيكون واحد المجال اللي يعني بحال اللي كنقولوا الفراغ ما غيملؤو شي حد اخر. الا ما ملؤوش الدول غيملؤوه القراصنه ولا شبكات الهجره السريه ولا شبكات
الجريمة العابرة للحدود. فهذه كانت هي الخلاصات ديال هذا الاجتماع اللي شكل واحد المحطة إضافية في بناء هذا الفضاء الأطلسي الإفريقي كفضاء الاستقرار، كفضاء للتنمية، وكفضاء للحوار. شكرا. السؤال كان حول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبأن كان هناك بعض التصريحات وبعض حول عدم تجديده أو عدم تجديده. في البداية قلت خصنا نوضحوا جوج الأمور. اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي اللي توقع في 2019 هو لفترة غير محددة، تالي باقي ساري المفعول. البروتوكول ديال الصيد البحري اللي هو ملحق بالاتفاق هو اللي فيه 4 سنين، غيسالي كنظن يوم 17 يوليوز، يعني غيسالي في هذا الأسبوع. وبالتالي فالنهاية ديالو هي كانت منتظرة، كانت مبرمجة، لأن لما وقعنا عليه قلنا بأنه لفترة 4 سنوات غير قابلة للتجديد. وبالتالي اليوم فهذه ماشي انتهاء مفروض أو لا لأسباب غير معروفة، لا، دي كان مكتوب بأنه في 4 سنين وغيسالي فهاد 4 سنين. كاين اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل ديال اللجنة المشتركة الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واللي غتقوم بتقييم هاد 4 سنوات. المغرب التقييم ديالو الأولي هو إيجابي حول التعاون في هاد 4 سنوات، واللي كان بناء وكان يعني واحد المجال اللي كان فيه شراكة نفع الطرفين. دابا المستقبل ديال هذا البروتوكول، قلت بأن الحكومة المغربية هي كتدرس المستقبل ديال هذا البروتوكول ومستقبل ديال هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وفي هذا التفكير ديالها الحكومة كتأخذ بعين الاعتبار ثلاثة ديال المحددات. المحدد الأول هو عنده واحد الطبيعة كيفاش كيشوف المغرب الشراكة مع الشركاء ديالو، واش هاد الشكل من الشراكة اللي كان أجي خد الموارد وخلص وسير، واش هو الشكل اللي باغي المغرب اليوم في إطار رؤية جلالة الملك والسياسة الخارجية للمملكة المغربية، ما كيشوفش الشراكة بهاد الشكل. وهاد الأشكال يمكن تجاوزت، المغرب كيشوف شراكة اللي فيها قيمة مضافة للمغرب واللي فيها يعني واحد الندية، فيها واحد ماشي بهذا الشكل اللي هو الشكل التقليدي ديال عطيني الموارد نعطيك الدعم المالي والتقني. هذه ربما هذا المعطى كاين فيه تفكير أي شكل من أشكال الشراكة المغرب باغي، واش هاد الشراكة كما كانت من قبل باقا صالحة اليوم أو لا. هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني مرتبط، والمحدد الثاني مرتبط بالاستراتيجيات الوطنية في مجال الصيد البحري. المغرب عنده استراتيجية اليوتيس لتطوير هذا القطاع على المستوى الوطني للمغرب والمغاربة أولا. هاد الاستراتيجية ماشي فقط تصور نظري، عندها انعكاسات على شنو غيدير المغرب نفسه وفين عنده يمكن له يدير شراكات. وبالتالي انطلاقا من هاد الاستراتيجية عاد غيكون المجال اللي غيبقى للشراكات الخارجية. بالتالي فهاد الاستراتيجيات اليوتيس كذلك معطى مهم اللي كيتخاد في الاعتبار في مستقبل هاد الشراكة وهاد الاتفاقات ديال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي. المحدد الثالث والتساؤل الثالث هو المعطيات العلمية والبيولوجية. هذه واحد الموارد اللي ماشي كتجدد باستمرار، وبالتالي خص الحماية ديالها، والدراسات العلمية والدراسات البيولوجية هي اللي غتبين لنا كيفية التعامل معها مستقبلا. واش كيخصها حماية أكبر، واش شنو هو المستوى الصيد اللي يمكن يخلي هاد الموارد تبقى. فهذه كذلك من الأسئلة ومن المحددات اللي غتخاد في عين الاعتبار. وفي جميع الحالات المغرب غيبقى مع في حوار مع الطرف الاوروبي باش يشاركوا في هاد التفكير وفي هاد التساؤلات وفي النتائج ديالها. وبحال اللي قلت
الشراكة في هذا المجال ما مرتبطاش فقط في البروتوكول، هي شراكة أكبر اللي كيحددها الاتفاق اللي كيبقى ساري المفعول. شكرا. أكثر من ملخصة.